دنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء ساحه امم متحده المعروفه باستقطاب السياح من دول جميع انحاء دول العالم. يعني هنا كيجيو السياح من جميع انحاء دول العالم، وهذه المنطقه دي كيف ما كيعرف الكل انه ممنوع تحط السياره ديالك او تطلع بالسياره ديالك هنا في هذه المنطقه هذه. مؤخرا ولينا كنشوفوا هذه الساحه اللي هي ساحه امم متحده او ساحه ماريشال اللي اصبحت باركينج هنا ولا باركينج لاصحاب السيارات، يعني دون تدخل اي مسؤول ولا تكلم اي احد من المسؤولين. فكيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام هذه هي الساحة كيفما كيعرف الكل. شوفوا معنا السيارات، شوفوا معنا انه ولات باركينغ في هذه المنطقة هذه هنا ولا باركينغ، يعني السيارات مبلاصين مكاينش تحد مداوي معاهم. سياح يعني كيجيو كيشوفوا هذا المنظر هذا البشع، فمن يتحمل المسؤوليه وراء هذا الشيء هذا؟ شوفوا معنا باركينغ، ماشي سياره وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، يعني نحسب لك هنا شحال من سياره اللي غادي نلقاو واحد 20 سياره ولا 15 سياره. ولا باركينغ، باركينغ ساحه الامم المتحده ولا باركينغ ساحه ماريشال. كما كتشوفوا معنا هذا المشهد هذا، مشهد المشهد هذا غادي يزيد بنا القدام ولا غيزيد بالسياحه المغربيه القدام او لا غادي يزيد باحترام قانون السير القدام. يعني صراحه مجموعه من التساؤلات مطروحه، علاش اللي ما يجيش ديباناج ويتدخل ويهز هذا الشيء هذا؟ لانه راه عيب راه حشومه انك مبلاصي فوق التروطوار فوق الرصيف، سيارات اللي ماشي مولا بين قارين واعين، واش كيتحداو المسؤولين واش كيتحداو القانون؟ ما فهمتش. الطوموبيل شوف هاكي، شوف شحال من الطوموبيل حاطين قدام بنكة، قدام الباب ديال البنكة سادين الباب. فحشومه هادشي حشومه، خاصنا حنا نهزو بالرايه ديال بلادنا ونزيدو القدام ونحترمو قانون السير. وباش الى جاو السياح يقولك شوفوا تبارك الله كيفاش محترمين. خويا الله يحفظك اليوم الله يحفظك الله يحفظك اليوم الصوت ديال جو الله يحفظك خير الله يحفظك على لي فراس يعني واش السياح غيجيو غيشوفوا هذا الشيء هذا غيقولوا انهم هاد الناس هادو راه محترمين قانون السير ديالهم محترمين القانون ديالهم؟ بطبيعة الحال غيجيو غيشوفوا هذا الشيء غيقول لك هذه العشوائيه، فخاص تدخل لان سياره ديباناج خاصها تقوم بالواجب ديالها ماشي فقط باش لبعض الاماكن وبعض الاماكن ما تجيش ليهم، فخاص يكون القانون ساري على الكل، خاص القانون يتمشى مع كل شيء. تحياتي لك خويا يوسف الله يحفظك ليا الله يحفظك خويا يوسف. واش هادو يعني مباغينش يحترموا القانون؟ واش هادو كيتحداو القانون؟ فمن المسؤول وراء هادشي هذا؟ وخاص تدخل للمسؤولين، لانه اللي كنشوفوا هنايا ساحة الامم المتحده راه ولات كتعرف بعض الامور الخارجه عن القانون، طوموبيلات كيدوزو سيارات كيبلاصيو خصوصا في فتره ديال الليل. دنا مشاهدينا الكرام غادي نتاعكم على متلقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله.
إلى اللقاء.